السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. طبعا موضوع حلقتنا النهاردة مش مختلف، هو موضوع عن الشغل أونلاين في أزمة كورونا. اتكلمنا عنه كتير جدا، ولكن كل ضيف وليه سر. وقبل ما نعرف سر ضيفنا وسر العمل بتاع ضيفنا، خليني بس أصبح على زميلتي الجميلة أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة آية. الحمد لله. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين إن احنا هنتكلم عن الشغل الأونلاين في ظل أزمة كورونا. زي ما انتم عارفين ان الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا حصل فيه فعاليه ومصداقيه كبيره. احنا كنا في الاول بنخاف ان احنا ننزل نشتري اي حاجه، نشتري من على السوشيال ميديا حاجه ما تكونش بنفس الشكل والماتيريال والمصداقيه، لكن دلوقتي مع وجود ازمه كورونا خلتنا نكتشف فيه حاجات كويسه لابد ان احنا نتفاعل معاها، زي الشغل الاونلاين. بدانا ان احنا نتفاعل على الشغل الاونلاين، بدانا ان احنا نطلب بالتليفون احنا عايزين كذا وكذا، في بيدجات كويسه جدا الحمد لله كان ليها مصداقيه وكان ليها رونق وكان ليها تفاعل كتيره. زي اصحاب النهارده الصفحه بتاعتنا، صفحه ملس. طبعا انا مش هقدر اتكلم عن الصفحه دي لان بجد ليها جوده واحترام ومصداقيه كبيره قوي. ده احنا هنتكلم دلوقتي مع اصحاب الصفحه ديت. ازيك استاذه اسماء؟ ازيك يا باشمهندسه نبيله؟ اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في اسرار الحياه. طبعا قبل ما نبدا موضوع الشغل بتاعكم وازاي ابتديتوا، عايزين بس حضراتكم تعرفوا نفسكم اكتر للساده المشاهدين. اسماء محمد الامام. اهلا وسهلا. انا من شركاء، يعني احنا من شركه ملس، انا وباشمهندسه وبنتي، احنا الثلاثه عاملين الشركه بقى لنا حوالي 10 سنين. انا قبل كده كنت مدير عام في التامين الصحي، مركز معاملات التامين الصحي، بس قبل ما اطلع معاش فكرت في انشاء الشركه. أهلا، انا والباشمهندسه واختي. اهلا وسهلا باشمهندسه، نورتينا. الله يخليك. نتعرف بحضرتك اكتر. مهندسه نبيله محمد الامام، مدير وشريك في شركه ملس للملابس الجاهزه. يعني برضه نفس الحكايه، زي ما فكرنا في ان احنا نعمل هي تاسيس الشركه قبل ازمه كورونا اساسا. من 10 سنين. 10 سنين. بس مين بقى اللي شجع حضراتكم ان انتوا تعملوا الشركه؟ او والله هي لما لقيتني، يعني انا بقول هطلع معاش وعايزه اعمل مشروع، فلقيتها هي قالت لي مش نفسك تعملي مشروع؟ هي في دماغها المشروع ده من زمان. يعني زمان وانا. طب واشمعنى الشغل اونلاين يعني؟ لا احنا اشتغلنا اونلاين. لا احنا اونلاين ده حديث. لا بس هو الفكره بتاعته صعبه، يعني الشغل بتاع اونلاين صعب جدا. صعب. وفي مشاكل كتير. احنا شغالين من زمان بنعرض منتجاتنا في محلات كبيره في القاهره والجيزه، وفي محافظات، محلات موجوده في مولات ومحلات في الشارع عادي وكده. لنا اسم، لنا مش محافظه واحده بس. لا لا لا, لا منتشرين. ولنا اسم ملس، ده يعني في ناس بتدخل تسال عايزه منتج ملس. منتج ملس. ممتاز. باشمهندسه نبيله، التجربه اللي حضرتكم بتقوموا بيها دلوقتي كانت مفيده في ظل الازمه اللي احنا كنا بنمر فيها؟ كان في عليها تفاعل؟ طبعا مفيده جدا، لان احنا فكرنا ان احنا نعمل الاونلاين ده بعد ازمه الكورونا. بعد عيد الفطر. لان فات علينا موسم عيد الام وموسم العيد وموسم العمرات، كل ده طبعا كان في ازمه كورونا. الناس كانت خايفه تنزل جدا، ففكرنا ان احنا نعمل اونلاين والحمد لله تمام. كان عليه تفاعل في الفتره دي بالذات الحمد لله، بالرغم ان احنا كنا بنخاف ان احنا ننزل نشتري حاجه، بس فعلا الحاجه كانت بتيجي معقمه، وبيجي المندوب برده لابس الجوانتي والمطهرات. يعني لقينا فعلا في الشركه بتاعتكم، يعني بسم الله ما شاء الله، كميه تفاعل عليها واحترام للعميل. انتوا كنتوا ما بتبصوش للناحيه الماديه بس، كنت اهم حاجه عندكم ارضاء العميل. وبصراحه يعني انتوا بجد صفحه بسم الله ما شاء الله عليكم. ويعني لا يعني بجد انا لما دخلت على الصفحه عندهم لقيت كميه تفاعل، والناس بتشكر في المنتجات بتاعتهم. ممتاز. طب حضراتكم بتلاقوا مشاكل اكيد، يعني اللي هي مثلا وزن زاد شويه، وزن خس، الكلام الفاضي. يعني برضو بالذات في الملابس، الست لسه مش واخده انها تظبط المقاس عليها او كده، فبنسالها وزنك ايه، طولك ايه، ونفضل معاها لغايه لما نوصل للمقاس المظبوط عليها. بس الحمد لله بنوصل لمقاسها. يعني احنا بنقول لها برضو خلي عندك مزوره في البيت. حاليا الصور بتتعرض. الصور بتاعت الشركه بتتعرض. طب حضرتك ايه المشكله، اكتر مشكله واجهتكم وكانت صعبه عليكم من العملاء؟ يعني في ساعات ستات بتختار الحاجه، يعني هي ممكن ما تكونش محتاجاها قوي بس بتختارها، وبعدين ترجع ايوه. لا هي فكره ايه، ان انا مثلا اخترت الحاجه بعد كده وزني زاد شويه، بس لا ما بيلحقش وبيوصل لها في خمس خلال خمس بتشوف الحاجه على في الصوره، فبتبقى متخيله ان الحاجه دي كده لما بتروح لها يعني المشاكل كانت بسيطه مثلا. يعني لا لا بسيطه، هي يعني
الى حد ما يعني ما فيش. طب حضرتك دلوقتي لو مثلا وديتي للعميل المنتج بتاعه وما عجبوش يدفع مصاريف الشحن ولا ايه النظام؟ اه بيدفع مصاريف الشحن وعادي بترجع الحاجه عادي ما فيش مشكله. جميل. باشمهندسه نبيله عايزه اعرف منك ايه هي عوامل نجاح الاونلاين؟ اكيد في عوامل. انا طبعًا. مش هعمل صفحه واقول هتنجح مش كل حاجه. لا في عوامل. طبعا في عوامل. عوامل النجاح هي المصداقيه، دي اهم حاجه. طبعا ان المنتج اللي يروح للعميل يكون هو اللي شافه متصور على الصفحه بنفس الجوده بنفس الشكل، يعني اللي بتعرض زي اللي بيروح. يعني جميل. في تعليقات بتجيلنا من العملاء ان الحاجه زي الصوره بالظبط واحسن كمان من الصوره، الماتيريال كويس والشكل كويس. طيب بتعرفوا المقاسات ازاي بقى؟ يعني انا نفسي اعرف الموضوع ده، بتعرفوا المقاسات؟ هو في جدول المفروض بالمقاسات. هو اللي جديد يعني جديد علينا موضوع الوزن، فهو احنا وفقنا يعني قدرنا ان احنا نعرف من خلال الطلبه الوزن ده بيعادل مقاس كذا، والحمد لله يعني وصل يعني الطلبات بتوصل مظبوطه يعني بنسبه كتير 99% كتير. الحمد لله يعني بتظبطوها بنظام الوزن فيه مثلا في بتطلب الوزن وفي بتطلب 10 سنين يا هند برضو خبره. لا مش احنا ما كناش محتكين للعميل قبل كده، احنا كانت المحلات هي فهي بتقيس. حتى انا عشان كده لما انا بنزل محل بقيس اللبس اكيد لكن الاونلاين بيبقى صعب برضو. انا برضو ابتديت بمديرته اللي بيردوا كانوا في محلات. طب حضرتكم الرد على الصفحه حضرتك ولا الاستاذه؟ لا في مديرتور. باشمهندسه لا في مديرتور مسؤول عنها يعني مش حضرتكم؟ لا لا الاول انا ابتديت، انا ابتديت يعني بس يوم كنت فاكره ان انا هقدر يعني هو يوم بعديها على طول شغال. طبعا يعني عشان ترد على كل عميل. طب حابين بس تكلمينا برضو على بنت حضرتك، اكيد ليها دور كبير جدا الشغل. هي لها دور انها يعني هي برضو حاسه اكتر بالموديلات المناسبه للسن ده والسن ده وكده، فهي بيبقى لها هي الديزاين يعني بتاع لا مش ديزاين بتختار يعني بتختار الاذواق او بنعرض برضو الموديل يعني كلنا بنختار الموديل مع بعض. بنختار بس انتوا فريق حلو قوي يعني انا زي ما عرفت حضراتكم ان انتوا اخوات وبنت حضرتك يعني لا فريق متكامل. بتاخدوا بقى راي بعضيكم، احنا هننزل النهارده كذا وهننزل كذا وكده وهنعمل كذا وكده يعني بنتفق نيجي ونسمع عمرات او حاجه نقول هنركز شغلنا عبايات الايام دي تمام كده يعني. طب ايه المنتجات باشمهندسه اللي بتعرضوها على الصفحه برضو المشاهدين؟ هي كل منتجاتنا منتجات محجبات. احنا بنعرض عبايات ومنطوهات او تونيكات وبلوزات، اي حاجه خاصه بالحريم. اي حاجه خاصه بالمراه، مفيش اللي هي رجاله لا مفيش ولا اطفال ولا اي ولا حاجه أطفال. لا. لا. بس اللي انا بقى لفت نظري يا استاذه ايه، ان الحاجه اللي عندكم بتبقى سيمبل قوي وجميله جدا. مش مؤفوره في اللبس ولا في الشكل، لا حاجات لا بسيطه جدا يعني بتدي للبس ذوق عالي. يعني في ناس بتأفر في العبايات، اعرف في ناس بتأفر في العبايات جامد قوي، فبتلاقيها اكنها لابسه ايه يعني راحه سواريه. مش عبايه كده سيمبل، لا لما دخلت على الصفحه بتاعتكم الستايل جميل جدا والذوق حلو حتى هادي. يعني الخط ده اللي احنا ماشيين فيه العبايه بالذات يعني. طب كلمينا بقى عن الخامات والماتيريال والحاجات دي. احنا كلمينا على الصفحه عامه. والله احنا بالنسبه للخامات احنا بنستعمل في العبايات. ما عندكم مصانع مثلا بتتعاملوا معاها القماش والحاجات دي؟ في ناس معينه بنتعامل معاها. تمام. الخامات بتاعت العبايات يعني احسن خامات العبايات كوري، فاحنا بنتعامل مع الحرير الكوري. خامات كويسه اللي هو ما يكشش او ما يكلمش. لا الحرير العبايه لا ولا يكش ولا يكسر ولا يفزر ولا كده. الحاجات احسن خامات لان في ناس بتتخمي صراحه يعني اول ما تحطي الحاجه في الميه الحاجه بتبوظ. لا لا واحنا مركزين قوي في النقطه دي وخاصه كمان بعد موضوع الاونلاين. تمام. يعني ان لازم يعني عشان مصداقيه. يعني الاونلاين ما فيش فرصه لان هي تمسك الحاجه تشوفها وتعينها وكده. لا خالص، هي دوبك بس بيجيب لها المنتج وتدفع حق الشحن وكده. يعني احنا على طول بس مع الاونلاين بالذات يعني مصرين يعني ان احنا نستمر. بتوصلوا لكل المحافظات ولا محافظه معينه؟ احنا ابتدينا اول القاهره والجيزه وبعدين دلوقتي بقينا كل المحافظات. يعني كل المحافظات. كل ما شاء الله. انا لسه واحده من المنصوره اول امبارح، هي كانت طالبه الاوردر وبعدين انا عجباني العبايه بس انا خايفه عشان ليا تجارب سيئه مع الاونلاين، فقلت لها خديها
وهتشوفي. كتبت امبارح شكرا، قالت العبايه وصلتني وجميله جدا والخامه حلوه وكل حاجه. ما شاء الله. دي يعني بيوصل لحضرتك الاوردر خلال قد ايه؟ الحمد لله. هي المصداقيه اهم حاجه. طبعا اهم حاجه في الاونلاين خلال يومين لو في القاهره او الجيزه وخمس ايام محافظات. تمام. بس في محافظات بعيده زي البحر الاحمر والوادي الجديد. تصل البحر الاحمر والمحافظات دي ما شاء الله. والله بتاخد اسبوع 8 ايام كده يعني. بيبقى بقى الشحن بيختلف من محافظه لمحافظه ولا هو الشحن ثابت؟ لا مختلف في القاهره بس. القاهره والجيزه ارخص من المحافظات. اكيد كل ما بتبعدي كل ما بيبعد. ومن عوامل النجاح، معلش برضو من عوامل النجاح طبعا ما ننساش دور يعني شركه شحن كويسه. اكيد. احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده. هنتكلم بشركه شركات الشحن. في شركات شحن بتدوخ الناس ومندوب. يعني احنا عندنا غير شركات الشحن في برضو مندوبه، بحيث ان في طلبات معينه بتبقى محتاجه ان لازم مندوب يروح يسلم الحاجه دي. عايزه مقاسات معينه، عايزه يعني عايزه تشوف موديلين مثلا. شركه شحن بيحصل لخبطه لما نعمل كده، فبنبعت مندوبه نقول لها بس دي سعر اغلى شويه. مندوبة من هنا الأغلى في التوصيل في القاهرة والجيزة. لكن المحافظات طبعا صعب. هتدفعوا مواصلات أكتر. أيوة. من مندوبة. وفي ناس كتير بتستريح من نقطة مندوبة هي اللي رايحة. أما أنا لسه هكلمك برضو. يعني في ناس بتطلب ست تروح لها مش راجل. بيبقوا مبسوطين من موضوع ان مندوبة. وخصوصا انت عارفة يا آية في حالات معينة ان هم شغالين في العبايات. ده بس الفكره هي دلوقتي مندوبه او مندوبه، ما انا كده كده حاجتي هتوصل. في ناس لا هو بيستنى يعني احيانا بيبقوا طالبين ان هو مقاسين ويستنى بره المندوب، فبتبقى حابه. بس حضرتك معانا مداخله من الاستاذه ايمان اسماعيل. الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذه. اهلا بحضرتك. مع حضرتك استاذه اسماء والبشمهندسه نبيله. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه راي حضرتك في المنتجات؟ الو. هي الصوت عندها ضعيف. الو. ايوه يا فندم. ايوه حبيبي. ايه رايك في شركه ملس؟ ما شاء الله ما شاء الله. جربتي فيها حاجات يعني؟ اتعاملت معاهم ما شاء الله بصراحه ناس في منتهى الشياكه. الاستاذه اسماء انسانه في منتهى الشياكه. مش اقصد بالشياكه هنا يعني مش شياكه اللبس، لا شياكه الروح، شياكه التعامل والاخلاقيات. طبعا. على فكره مدام اسم يعني مدام ايمان العاشر من رمضان يعني كده. طبعا ظل الظروف دي التعاملات كلها بقت على النت تقريبا اونلاين. فانا ما شفتش ناس تعاملهم زيهم ما شاء الله. بينبع شياكتها بتنبع مش من اللبس، لا بتنبع من صدقها فعلا. انسانه صادقه في كل حاجه. كفايه ظاهره في التعامل كمان. مدام ايمان نمبر 1. انا تعاملت مع ناس كتير ما ارتحتش في التعامل معاها بصراحه. هي نمبر 1 يعني اول واحده. انا هي كنت لسه برد. انا اللي كنت برد يومها وخدت منها الاوردر وشحنته تاني يوم، اتفاجئت انها بعت على الصفحه شكر قد كده وبتقول عبايه وصلت وجميله جدا. عارفه السرعه لا خلت كده عارفه فتحت دي حاجه فرحتك في اول يعني اول حاجه هي عارفه لما ربنا يبعت لك حاجه كده رساله. رساله انت تكملي في الموضوع ده. يعني حتى انا اقول لها تقول لي بصي لو مش هيوصل عند بيتي يجي لي في الاردنيه صح؟ قلت لها لا ده هو هيوصل عند بيتك. يعني تحسي كانت من ناحيتين من الطرفين، هي وشركه الشحن كانوا يعني كانوا خايفين او كده. لا بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. باشمهندسه نبيله، هل الشغل الاونلاين هيصبح هو الاساس في الفتره الجايه تعتقدي؟ ان شاء الله. هو حاليا بيبقى هو يعني حتى مش علشان الكورونا. يعني هو عامه ان شاء الله هيبقى بعد كده الشغل اونلاين ده هو الاساس. لانه بيوفر حاجات كتير. بيوفر وقت جامد ومواصلات وميه ونور. والمصانع بتستهلك ايه. فبيوفر وكمان بقى شغال اكتر. وبعدين الست المصريه مطحونه طول النهار ما عندهاش وقت لما الحاجه لما الحاجه تروح لقيت عندها. هو بقى كل حاجه دلوقتي اونلاين، حتى التعليم بقى اونلاين. كله بقى اونلاين. لان احنا حتى بنلاحظ الست الاوردرات بتبتدي من الساعه 10 بالليل. الست بعد ما خلصت شغل بيتها وشغلها وودت الاولاد الدروس والتدريبات ومش عارفه ايه تبدا بقى يعني ساعه ولا ساعتين تدور على نفسها. تشوف نفسها. حضرتك لقيتي راحه في الشغل اونلاين؟ يعني اكيد زي ما في متاعب في راحه وفي متعه. في راحه. يعني طبعا هو في حاجات متعبه كتير يعني اكيد طبعا، بس هو يعني هو كويس. مفيش حاجه الا لما تلاقي فيها مشاكل. طبعا كل حاجه فيها مشاكل طبعا. بس ازاي يا استاذه اسماء بتواظبي بقى ما بين الصفحه
وما بين حياتك العائليه، يعني دي حاجه صعبه. ايه بقى الجدول اللي حضرتك ماشيه عليه؟ برضو السؤال هيبقى الاستاذه الباشمهندسه نميره. انا شبه فاضيه يعني، انا مش انا اللي برد او كده، انا بس كل شويه بايه بدخل ابص. بس اكيد بتبشري. بشر كل شويه ببص، كل شويه يجي لي تليفون انا واحده عايزه مش عارفه ايه كده يعني. طب ما هو شغل هو برده. بتنظمي ما بين كده وما بين كده. بس انا واحده موظفه طول عمري، واخده على ان انا يبقى عندي شغل يعني. لكن مش مثلا متعوده ان انت لا تقعدي لا طول النهار، لا في حاجه عايزه تشتغلي بيها. ايوه انا يعني اما قلت لها على اني اعمل الشركه دي كان عشان عايزه اتشغل فعلا. لا فعلا وقت الفراغ قاتل يعني. وحضرتك طبعا طول عمرك شغاله، فتيجي مره واحده تقعدي لا. هيحصل دروب طبعا. حاجه صعبه. الباشمهندسه طبعا احنا عرفنا ظروف استاذه اسماء بتواظبي ازاي. الحمد لله يعني بوفى، يعني انا مسؤوله عن المصنع فالحمد لله قادره اوفى ما بين كده وما بين، انا اولادي كبار. ما شاء الله يعني قادره اوفى يعني. هي على فكره قعدت طول عمرها ما بتشتغلش. انا ما اشتغلتش، ما كنتش بشتغل مهندسه. بس معاكي الشهاده طبعا. مهندسه كهرباء وباور كمان. بس انا طول عمري بحب موضوع الملابس. انا طول عمري، انا من زمان يعني هاويه الموضوع ده. لما ولادي كبروا. دور بنت حضرتك اكيد ليها دور كبير جدا. يعني اصل هي مسافره كمان فما فيش يعني، بس هي زي ما قلت لك بنعرض الموديلات على بعض. معانا حاليا يعني مع الاسف. طيب الموديلات بنختارها مع بعض وكده يعني. هي ليها دور كبير، كلنا لينا دور يعني كبير. هم بيكملوا بعض. لا بنكمل بعض. هي فاهمه دماغ اللي قدامها بمعنى اصح، لان هي من سنهم. هي كانت بتشتغل برضو موظفه جريده الاهرام، فهي كانت شايفه اللبس والستايل والحاجات دي كانت لا ده هيمشي ده مش هيمشي كده يعني. طيب جميل جدا. عايزه يا استاذه اسماء اعرف النصيحه اللي بتقدميها لاي سيده يجي لها شغل اونلاين، او لاي امراه بيجي لها شغل اونلاين. ايه النصيحه؟ لها شغل اونلاين ان لا يعني تبقى بتشتغل في شركه اونلاين. لا هي جاي لها بتشتري ملابس. تتاكد من وزنها اكيد يعني. طبعا هو بس قبل ما اقول لها وهي بتشتري اونلاين، انا عايزه اقول لاي ست مصريه تيجي تشتري ملابس اشتري مصري وشجعي الصناعه المصريه. لا ده شابو بقى. تحيا مصر. تحيا مصر. احنا بيجي لنا سؤال كده الاول تسال عن السعر كذا، طيب مصري ولا مستورد؟ عندنا عقده الخواجه. بس عندنا على فكره بيحبوا المستورد. فاقول لها او اللي بترد تقول لها مصري. امال غاليه كده ليه؟ ببقى حاسه انها هتطلع تشخط فيا. امال غاليه كده ليه؟ حاولي لها خامتها كويسه. مش كده كمان دايما بنقول لها من المنتج. اقول لها انت مقتنعه؟ هي انا قايله لهم رد كده، انت يعني الحاجه انت شايفه ان المستورد احسن حاجه. تمام. وانا وصلت المنتج بتاعي ان هو بقى زي المستورد. اكيد. اكيد ده ما وصلش كده ببلاش. اكيد. لا طبعا تكلفه خامات، تكلفه الصنايعي بتاع اي كلام غير الصنايعي اكيد. كل واحد والمستوى، فكله ده بيتكلف. انا عشان اوصله لك ان انت تتلخبطي مصري ولا مستورد اتكلفت طبعا. يعني اتكلفت كتير. وبعدين غير كده بقى انت بتشتري مصري، انت بتفتحي بيوت، تفتحي بيوت كتيره اللي صنع. مش بتنفعينا احنا بس، انت بتنفعي الشباب اللي في مصانع القماش ومصانع اللصوصات والزرايب والاكسسوارات والصناعيه اللي عندنا وصناعيه اللي في مصانع تانية. فاشتري مصري عشان تكوني سبب في فتح او في توفير فرصه عمل لحد. والمصري حلو يعني. ما تشتريش الرديء. انا بقول لكيش اشتري الرديء، انت متلاقي رديء ما تجيش ناحيته، هتخلي المصنع يعمل الجوده. هتشجعيه. وكمان هترمي فلوسك على الارض. بس لكن لو حضرتك اشتريتي حاجه بسعرها مناسب هتفرحي بيها، هتقعد معاكي كمان. ايوه. ما تيجي تشتري اونلاين بقى. يعني اختاري اللي انت عايزاه، مش مجرد تقولي انا عجبك وبعدين بعد كده لقيتي ده انا عندي زيه، ده انا معيش فلوس، ده مش عارفه ايه اللي بيحصل. ان بيروح لها الشحن. تروح دافع الشحن ومرجعه تاني. طب انت جالك ايه؟ مغربتي. فانت دقائي قبل ما تطلبي اونلاين. بعدين تبقى عارفه مقاساتك، بالذات في الملابس تبقى عارفه مقاساتك كويس. اكيد ده لازم. بس مش المهندسه راي حضرتك برضو يهمنا بالنسبه للاونلاين. اكيد. يعني طبعا لازم تبقى متاكده من مقاساتها.
اهم حاجه، وتشوف الموديل اللي هي بتطلبه ده هو فعلا هي شايفه ان هو هيناسبها ولا مش هيناسبها. ممكن حاجه تليق عليا وما تليقش على غيري. تشوف هو هيناسبها ولا مش هيناسبها. وبعدين لازم طالما الاونلاين دلوقتي بقى هو بقى الترند وهو اللي يعني كل حاجه اونلاين، لازم تخلي عندها منظور علشان تاخد مقاساتها. لان احنا ممكن ناكل اكله هوب نلاقي نفسنا فين. لا تبقى عارفه ازاي يعني احنا حاطين جدول، احنا حاطين جدول بالمقاسات. فهي يعني لازم كل بيت دلوقتي يبقى عندها منظورات تقيس مقاساتها وتشوف هي تتناسب. طب معلش حصل معاكم موقف زي كده اللي هو ايه طلبت المقاس وكل حاجه راحت لها تخنت شويه؟ هو مش تخنت شويه، هو مش مقاسها او قاسته لقيت يعني شكلها مش زي الموديل اللي هي في الصوره. يعني بتبص للموديل اللي لابسه واو ده هيبقى عليا فوره، فجاه تلبسه مش لايق عليه. في برضو نصايح يعني ايه اما انا اقول لك ان انا عامله ده مقاسات من كذا لكذا لمقاساتي الكبيره، يعني صدقينا ان احنا عاملين لك موديل حلو، مش عاملين لك اي كلام عشان وزنك يتناسب مع المقاس الكبير. يعني موديل حلو، عاملين كذا موديل حلو للمقاسات الكبيره. انتوا كمان عندكم المقاسات الكبيره؟ احنا بنوصل لغايه 25 كيلو. بتحتار جدا في المقاس. بس يعني مش كل الموديلات بتصلح للمقاسات الكبيره. معقوله؟ يعني الستايل العبايات انا لا العبايه لا العبايه لكن في المنطوهات اللي زي كده يعني مش كل موديل فستان بوسط مش عارفه ايه مش هيليق، مش كل موديل يمشي مع اي مقاس. اكيد. التواصل مع حضراتكم ازاي؟ الصفحه بتاعتنا احنا قلنا هي من خلال الصفحه من خلال الصفحه والاكونت وكل حاجه مكتوبه. الاكونت وتليفوناتنا ايوه مكتوبه كلها. يا ملس تمام لا ملس مكتوبه غلط تمام. هو كل حاجه اكيد نازله حاليا على الصفحه، واللي عاوز يتواصل يتواصل مع حضراتكم اكيد. طبعا. واكيد حضراتكم يعني مشهورين مش مستاهله يعني. لا احنا الحمد لله الحمد لله بفضل الله الحمد لله. ممكن اللي بيسهل علينا البيع اونلاين انه في زباين عارفين مقاساتهم من الحاجات اللي اشتروها قبل كده من عندنا. بقى خلاص عندكم على الصفحه في زباين. الدنيا ماشيه ازاي؟ طبعا بيكرروا يعني مش مجرد يشتروا حاجه ويبقى بقى في زباين. لا في اشتروا كتير، في اشتروا بقوا عارفينهم حتى بالصوت لما بيتصلوا بيهم. يعني مدام ايمان دي انا عارفاها عشان بقول لك دي يعني نمبر 1 يعني اول واحده اشترت مني. هي اول ما كلمتها عارفه ساكنه فين. في طبعا من العملاء اللي كانوا بياخدوا من المحلات ودلوقتي بيكملوا بقى معانا. لكن لما نزل بقى على السوشيال ميديا بقى خلاص بقى انتوا بالذات عارفين مظبطين مقاسهم وعارفين الخامات اللي احنا بنشتغل بيها. هو اهم حاجه والله فعلا في الشغل الاونلاين زي ما حضرتك قلتي المصداقيه. اهم حاجه يعني الواحد لو مثلا في البدايه لو هيخسر مثلا مبلغ عشان بس يبقى المصداقيه اهم، هيكسب مليون مره سمعه. اهم حاجه المصداقيه. كمان مهم قوي للصفحه يكون لها مدير يديرها، ينزل المنتجات بطريقه كويسه تجذب العميله، يتابع الاعلانات لازم يوصل لي ان انا الاعلانات اللي بتنزل. الاعلانات بتبقى مكلفه جدا فلازم يتابعها بحيث انه يجيب لي اكتر اعلانات باقل تكلفه. دي من مشاكل الاونلاين الاعلانات. هي الاعلانات مكلفه جدا بس دي بتاعت فيسبوك بقى مالناش دعوه بيها. هي بتبقى فعلا ولازم احنا لازم نعمل اعلانات وعلى طول لانه اكيد مش مدرج ان انا شيرت صفحه يعني على مش عملت صفحه وشيرتها مش هيجي لي الا الفريندز والفولورز بتوعي بس. اكيد لو ما عملتش اعلان مش هيجي لي حد. اكيد. لا احنا ان شاء الله النهارده يعني احنا انتوا نتكلم على الصفحه بتاعتكم والساده المشاهدين وليكم مصداقيه ان شاء الله يحصل تفاعل كتير ان شاء الله. شرفنا بوجود حضراتكم الاستاذه اسماء والبشمهندسه نبيله، شرفتونا ونورتونا وكان نفسنا يكون في وقت اكتر من كده. شرفتيني يا استاذه اسماء والبشمهندسه. ضيق قوي واحنا كنا كان نفسنا. لا انت حضراتكم عايزين حلقات حلقه. بسم الله ما شاء الله على الصفحه بتاعتكم يعني بجد عايزه حلقه واثنين وثلاثه. شرفتونا ونتمنى حلقات مزيده ان شاء الله. شكرا. وبكده نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا وليس نهايه برنامجنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة.